ازيكم، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده انا عملت لكم الفيديو اللي كنت وعدتكم بيه، اللي هو احنا ازاي هننزل سوق الورق عشان نشتري منه منتجاتنا. في ناس كتير سألت على الطريق وشفت كذا وصف ليه وقريت كذا وصف ليه، بس يعني انا هقول لكم على اسهل طريقة ممكن تروحوا بيها سوق الورق، وكمان ممكن تشتروا منتجاتكم منين. تابعوني وخليكم معايا. الوصف اللي هوصفه دلوقتي هو للناس اللي جايه من المترو. ومبدئيا كده انا شلت الصوت بتاع الفيديو لان المكان هناك دوشه جدا، زي ما انتم شايفين في الصوره ده كميه بشر رهيبه، فانا شلت بصراحه الصوت عشان تقدروا تسمعوا الكلام اللي انا هقوله. انا بنزل محطه مترو العتبه، وانتوا تحت بتسالوا على مطلع جراج العتبه. ده الجراج قدامنا اهو، ده جراج العتبه. فاللي انتوا بتعملوه ان انتوا بتمشوا في الشارع ده، ده الجراج، بتمشوا في الشارع بتاع جراج العتبة، بتخلوا الجراج على يمينكو، الجراج على يميننا، وبنمشي الشارع اللي قصادنا بالظبط. يعني الجراج على اليمين وده الشارع اللي قصادنا اهو، شايفين العمارة اللي في الوش دي؟ ده شارع قصير جدا، واحنا عايزين نوصل للعمارة اللي في وش الشارع، اللي في تقاطع الشارع ده. فبنبدأ نتحرك ونمشي. زي ما انتم شايفين المكان فاضي جدا، وانا اخترت احسن يوم عشان انزل. هتلاقوا تقاطع، هتلاقوا تقاطع الطريق، تعدوا التقاطع، ده تقاطع اهو، عدوا التقاطع من غير ما تحفظوا اسامي شوارع ولا اي حاجة. هي الموضوع سهل جدا، خلاص احنا خرجنا من المترو، هو شارع واحد اهو ماشيينه. دي نصة الشارع، لو عايزين، لو الناس عايزة تعلم علامة معينة للشارع. شايفين العمارة اللي على الجنب دي؟ دي بداية الشارع، هو شارع صغير جدا. هنمشي لحد العمارة اللي في الوش. خلاص كده وصلنا للعمارة اللي في الوش، عند اهو لو هتعلموا علامة للمكان. العمارة بتكون قدامنا، احنا بنمشي ندخل الشارع او الحارة اللي جنب العمارة بالظبط، على شمال العمارة. يعني نخلي العمارة في وشنا وندخل الشارع او الحارة اللي على شمال العمارة. وندخل الشارع ده، وبعدين ندخل في اول تقاطع يمين. يعني هندخل الشارع اللي جنب العمارة اول تقاطع يمين، في اول تقاطع شمال. دخلنا شمال اهو، في اول تقاطع يمين. يبقى بندخل من جنب العمارة اول تقاطع يمين، اول قصدي حارة يمين، في اول تقاطع يمين، في اول تقاطع شمال، في اول تقاطع يمين تاني، في اول تقاطع شمال. او هو مش اول تقاطع، هو مفيش غيره اصلا، يعني شمال. دخلنا اول تقاطع.
قطعه يمين اهو، هيبقى في وشنا خطاب زي ما انتوا شايفين. هندخل شمال الشارع ده بقى، هنلاقي فيه كل الورق اللي احنا محتاجينه، مش عند ملك ومعاز بس، عند كذا حد، في بيتر قدام، في كذا حد انا اشتريت منهم، وكمان الناس اللي عايزة تشتري كميات شغل او تشتري عدد كبير جدا من الورق. طبعا الشارع ده هيفيدهم جدا، وكذا مكان في سوق الورق ده. ملك ومعاز هتلاقوا عنده معظم الحاجات اللي انتم محتاجينها، ده ورق التغليف، وجوه ورق كرافت، ورق كانسون، والازرف، والاستيكر، وكمان عنده شنط جوه، وادي النوت بالوان. هنخلص ملك ومعاز ونكمل في الشارع. انا لقيت حاجه ظريفه جدا يعني، طبعا زي ما انتم شايفين في كذا حد اهو، فانا لقيت حد تاني عنده ازرف ظريفه جدا، وعنده ليبلز، وعنده كمان ورق. لقيتها مطبوعة عليها واشكالها مختلفة واسعارها كمان كويسة، ممكن تسألوه عليها. وعنده برضو ستيكرز ليبل، عنده اشكالها ظريفة قوي 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 يعني، والازرف كمان زي ما انتم شايفين مطبوعة عليها، ومن جوه شكلها حلو قوي يعني، عنده تشكيلة حلوة. وكمان يعني هو قال لي ان الناس اللي بتاخد كميات بيبقى السعر اظرف من كده. لو اني شايفة ان الاسعار اصلا حلوة يعني، حتى لو هناخد حاجة واحدة بس. كذا تشكيلة اظرف جميلة يعني. وكمان الناس اللي حابة تطبع ستيكرز بأشكال معينة ممكن يطلبوا منه. شكرا لكم يا حلوين على متابعتكم، وده كان فيديو تاني للرد على أسئلتكم. ولو حابين تسألوا على أي حاجة تانية ممكن تكتبولي في الكومنتس وانا هرد عليها، ولو عايزين فيديو فلوج تاني لأي مكان ياريت تقولولي.